سعادة السفير، الحقيقة يمكن كنا منذ قليل بنتحدث عن المزايدات على الدور المصري، ويعني خلينا نستعرضها مع حضرتك. يعني في البعض تحدث عن أنه مصر كانت قافلة معبر رفح من الجهة المصرية أو من الجانب المصري، والبعض تحدث عن أنه مصر يعني بتساعد في زيادة الحصار على طبعا شقائنا في قطاع غزة، ومزايدات كبيرة جدا عن على الدور المصري، وده كان بيتزامن مع خروج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكشف هذا المخطط الأزلي الحقيقة لدى هذا الكيان الإسرائيلي، وعن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتحدث عن خطورة أيضا تطبيق هذه الفكرة. خلينا مرة تانية من خلال حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين مدى خطورة تطبيق فكرة التهجير على أرض الواقع، سلبياتها على القضية الفلسطينية، لأنه بكل تأكيد لهذا خرجت المزايدات على مصر. يعني شوفي، أولا دي مزايدات رخيصة لم يقدم أحد لفلسطين قدر ما قدمته مصر. مصر حاربت من أجل فلسطين أكثر من مرة، تحملت ضغوط وتحملت عدوات من أجل موقفها من القضية الفلسطينية. رفض التهجير هو رفض لتصفية القضية. يعني أنت النهاردة إذا أخليتي الأرض من سكانها لم تتبقى قضية. يعني احنا النهاردة قضية فلسطين هي ايه؟ قضية عودة وقضية ثبات على الأرض وقضية رفض الاحتلال. فإذا خرج الشعب من الأرض خلاص هنحقق يعني الأسطورة والأكذوبة اللي كانوا بيروها في بداية أصلا هذا الاحتلال، وهي فكرة أرض بلا شعب. بالفعل هتبقى أرض بلا شعب. فلسطين أرض وشعب طبعا منذ الأزل طبعا. ومن يزايد على هذا أو من ينكر هذا فهو جاهل وهو مغرض، وهذا نفاق سياسي. هناك يعني نسبة، أولا أرض بلا شعب، غزة أكبر كثافة سكانية في العالم، في العالم بالزبط. إذا كانت القضية قضية أرض بلا شعب، أستراليا تكاد تكون خالية من السكان، كندا تكاد تكون خالية من السكان. ليس معنى هذا إن إحنا نغتصب أرضهم. فيعني ده برضو يعني بيظهر وبيفضح المعايير المزدوجة اللي موجودة في الكيانات الغربية، بالذات تحالف حلف شمال الأطلنطي.